السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في حلقة خاصة من حلقات قناتكم أندرويد العرب، حيث ارتأيت بمناسبة اقتراب موعد حفل توزيع جوائز الأوسكار والذي لنا موعد معه يوم 28 من فبراير أن أشارك محبي السينما الدعوة للتعرف على حيثيات هذا الحفل والأفلام والأدوار والشخصيات المرشحة للنيل شرف أخذ هذه الجائزة. وكما نعلم في كرة القدم إذا كان لميسي أو كريستيانو رونالدو حصاد لما قدموه في آخر السنة بنيلهم الكرة الذهبية، فعالم السينما كذلك له جائزة الأوسكار والتي يفوز بها شخص واحد عن كل دور، سواء أفضل فيلم في السنة، أفضل دور رئيسي، أفضل دور مساعد، أفضل دور مخرج، أفضل فيلم أنيميشن، والقائمة طويلة. فكما نعلم حفل توزيع جوائز الأوسكار من أكثر الأحداث أهمية في عالم السينما والترفيه، وأيضا من أكثرها متعة، فجميعنا منذ لحظة مشاهدتنا لفيلم نتخذ الأوسكار كمعيار مباشر لقياس جودة الفيلم وما إلى ذلك. وبالنظر لعام 2015 الهائل، لا بأس أن نلقي نظرة مختصرة عن جوائز الأوسكار لسنة 2015 والتي كرم بها أفلام من إنتاج 2014. وقد أقيم هذا الحفل في 22 من فبراير 2015 في مسرح دولبي في هوليود لوس أنجلوس، وقد اكتسح فيلم بيردمان وفيلم The Grand Budapest Hotel بتسع ترشيحات لكل منهما، حيث كان لهذا الأخير جائزة أفضل تصميم أزياء وأفضل مكياج وأفضل تصميم إنتاج وأفضل موسيقى تصويرية، بحيث أن جائزة أفضل فيلم للسنة كانت من نصيب بيردمان لمخرجه المكسيكي أليخاندرو غونزاليز إناريتو، حيث فاز هذا الأخير بجائزة أفضل مخرج عن نفس الفيلم. ولا بأس أن تتذكروا اسم هذا المخرج لأن له نصيب أيضا في ترشيحات 2016، حيث أن أفضل ممثل للسنة كان من نصيب إيدي ريدماين، والذي بصراحة أبهرني في فيلمه The Theory of Everything بدور ستيفن هوكينج. ومن الطرف الثاني لدينا جوليان مور عن فيلمها ستيل أليس بدور الدكتورة أليس هولاند، حيث أن جائزة أفضل ممثل مساعد كانت من نصيب جي كي سيمنز بفيلمه ويبليش بدور تيرنس فيلتشر، وكانت أفضل ممثلة مساعدة من نصيب باتريسيا أريكت بفيلم بوي هود، والذي للأسف لم تكن لهذا الفيلم نصيب في ترشيحات أفضل فيلم، وهذا شيء غير مفهوم بصراحة، حيث أن جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة كانت من نصيب الفيلم الرائع Big Hero 6، وكذلك جائزة أفضل تأثيرات بصرية كانت من نصيب الفيلم، والذي هو أيضا أستغرب لعدم تواجده ضمن قائمة الترشيحات لأفضل فيلم. نتحدث هنا عن فيلم الخيال العلمي الرائع أنترستيلر. نغلق صفحة 2015 ونفتح الصفحة الأهم وهي ترشيحات الأوسكار ل 2016. فكما ذكرت سابقا فحفل توزيع الجوائز 88 سيكون في 28 من هذا الشهر، وسيكون من استضافة الكوميدي كريس روك للمرة الثانية في مسيرته. فبالنسبة للترشيحات الخاصة بأحسن فيلم للسنة، يأتي في المقدمة فيلم The Revenant والذي أرشحه لنيل جائزة الأوسكار لأحسن فيلم لسنة 2015، كيف لا وهو من يجمع عمالقة السينما في مقدمتهم النجم ليوناردو دي كابريو والنجم توم هاردي، والمرشحين على التوالي لنيل جائزة أفضل ممثل وأفضل ممثل مساعد، بالإضافة إلى تواجد مخرجه العملاق والذي فاز بنفس الجائزة السنة الماضية عن فيلم بيردمان، أتحدث عن أليخاندرو غونزاليز ناريتو. فيما يلي لدينا فيلم الأكشن والخيال العلمي ماد ماكس فوري رود الحاصل على 10 ترشيحات في حالة مميزة دون شك، بينما تمكنت 8 أفلام من التواجد في القائمة النهائية لمرشحي جائزة أفضل فيلم، وأرتبهم حسب وجهة نظري كالتالي: المرشح الأول The Revenant والذي تكلمنا عنه سابقا، حيث أن قصة فيلم The Revenant مستوحاة عن قصة حقيقية تلقي الضوء على حياة رجل اتسم بقوة غير عادية، تحكي عن هيو غلاس والذي يؤدي دوره ليوناردو دي كابريو، والذي ذهب في أواخر القرن 19 في بعثة استكشافية لأماكن البرية بأمريكا ليخدع من طرف زملائه على رأسهم فيتر جيلارد والذي يجسده توم هاردي بعد هجوم أحد دببة عليه وتسبب له جروح بالغة ويتركونه للموت ويدفنونه حيا، وعليه حينها تحدي الصعاب متحركا خلف قيم الأسرة والحب والحرية التي تنير له الطريق. وبصراحة ليوناردو دي كابريو قام بتأدية الدور على أكمل وجه، ومن لم يشاهد الفيلم أنصحه بمشاهدته والاستمتاع به.
الفيلم الثاني المرشح لنيل هذه الجائزة فيلم الخيال العلمي الرائع The Martian بنجومه في مقدمتهم مات ديمون وجيسيكا كاستين وتيوتل إيجيوفر وكريستين ويغ وكات مارا ومخرجه ريدلي سكوت. المرشح الثالث فيلم الدراما الرائع The Big Short وفي مقدمة نجومه براد بيت والأسطورة كريستيان بيل وريان غوزلين وستيف كارل ومخرجه آدام ماكاي المرشح لجائزة أحسن مخرج. المرشح الرابع فيلم الخيال العلمي والأكشن ماد ماكس فوري رود والذي تدور أحداثه في عالم مظلم أصبحت فيه الوقود والذخيرة العملة المعترف بها في مقدمة نجومه توم هاردي وتشارليز تيرون بمخرجه جورج ميلر. المرشح هو أيضا لنيل جائزة أفضل مخرج. المرشح الخامس فيما يلي بريدج أوف سبيس للنجم رقم واحد بالنسبة لي الأسطورة توم هانكس في الترشيحات بالنسبة لهذه السنة، لكن تواجده شخصيا في المرتبة الخامسة ليس نقصانا من قيمة الفيلم بل فقط لتواجد أفلام عملاقة مثل The Revenant, The Martian, The Big Short من أولويات الأوسكار ل 2016، لكن من يدري قد يكون هو الفائز بجائزة الأوسكار ولن تكون مفاجأة بالنسبة لي وسأكون سعيدا إن حصل ذلك. المرشح السادس فيلم الدراما والرومانسية بروكلين بنجومه ساورز رونان وإيموري كوهان ودومينيل غليسون ومخرجه جون كرولي. أما فيلم الدراما الرائع سبوتلايت فيأتي في المرتبة السابعة بنجومه مارك ريفالو وريتشل مكادامز وميتشل كيتون بمخرجه توم ماكاردي، والمرشح هو أيضا لنيل جائزة أفضل مخرج لهذه السنة. وفي آخر ترشيحات لدينا فيلم روم للممثلة بلي لارسون وجين آلن وجاكوب ترامبلي ومخرجه ليني أبراهامسون، إلا أني كنت أريد أفلام مثل The Walk, Cesario, The Danish Girl أو ستيف جوبز التواجد أيضا ضمن القائمة، لكن أنا متأكد أن النقاد السينمائيون لهم ما يقولون بخصوص هذا أكثر مني. بخصوص ترشيحات الأوسكار لأفضل ممثل رئيسي وباختصار، المرشح الأول ليوناردو دي كابريو عن فيلمه The Revenant والذي أعاد نفس الإنجاز لترشيحه للفوز بها سنة 2013 في فيلم The Wolf of the Wall Street وBlood Diamond سنة 2006 أو The Aviator سنة 2004 وكذلك الفيلم الرائع What's Eating Gilbert Grape سنة 1993. المرشح الثاني إيدي ريد ماين في فيلمه The Danish Girl والذي سبق وفاز السنة الماضية عن فيلم The Theory of the Everything بنفس الجائزة. المرشح الثالث ميشيل فيسباندر في فيلمه ستيف جوبز. المرشح الرابع مات ديمون عن فيلمه The Martian والذي فاز بهذا الدور عن فيلمه الرائع Good Will Hunting سنة 1997. المرشح الخامس بريان كراستن عن فيلمه ترامبو. أما عن ترشيحات فئة أفضل ممثلة رئيسية لهذه السنة لدينا المرشح الأولى كات بلانشيت عن فيلمها كارول والفائزة بنفس الدور مرتين سنة 2013 عن فيلم بلود جاسمين وعن فيلم The Aviator سنة 2004. المرشحة الثانية ساورز رونان عن فيلم بروكلين. المرشحة الثالثة جينيفر لورنس عن فيلم جوي. المرشحة الرابعة شارلو ترامبلين عن فيلم 45 years. المرشحة الخامسة بري لارسون عن فيلم روم. أما عن أفضل دور ممثل مساعد فلدينا المرشح الأول النجم كريستيان بيل عن فيلم The Big Short والذي فاز عن نفس هذا الدور سنة 2011 عن فيلم The Fighter. المرشح الثاني توم هاردي عن فيلم The Revenant. المرشح الثالث مارك ريلانس عن فيلم Bridge of Peace. المرشح الرابع مارك ريفالو عن فيلم Spotlight. المرشح الخامس والأخير سيلفستر ستالون عن فيلم Creed. وعن أفضل دور ممثلة مساعدة فلدينا المرشح الأولى جينيفر جوسون لاي عن فيلم The Hateful Eight. المرشح الثانية روني مارا عن فيلم كارول. المرشح الثالثة راتشيل مكادامز عن فيلم سبوتلايت. المرشح الرابعة أليسيا فيكاندر عن فيلم The Danish Girl. المرشح الخامسة كات وينسلت عن فيلم ستيف جوبز. وعن جائزة أفضل مخرج للسنة لدينا المرشح رقم واحد أليخاندرو غونزاليز إيناريتو عن فيلمه المرشح الأول دائما The Revenant. المرشح رقم اثنان آدام ماكاي عن فيلمه The Big Short. المرشح رقم ثلاثة جورج ميلر عن فيلمه Mad Max Fury Road. المرشح رقم أربعة توم ماكاردي عن فيلم Spotlight. المرشح رقم خمسة ليني أبراهامسون عن فيلم روم. وعن جائزة أفضل تصوير سينمائي لدينا أفضل خمس مصورين لهذه السنة، أولهم إيمانويل ليبوزكي عن فيلم The Revenant وكذلك
جون سيل عن فيلم ماد ماكس فوري رود، وعن فيلم كارول لدينا إيد لاشمان، وعن فيلم المافيا سيزاريو لدينا المصور روجر ديكنز، ولدينا كذلك روبرت ريكاردسون عن فيلم The Hurtful Eight. وعن جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أنيميشن لدينا 5 أفلام، من أبرزهم الفيلم الرائع أنسيد أوتش الذي وصلت عائدات الفيلم إلى 356 مليون دولار. ويأتي في المركز الثاني أنوماليزا، ويليه The Planet Movie، وفي المركز الرابع لدينا Sound Sleep Movie، وخامسا كاليل جيبران The Prophet. وعن جائزة أفضل فيلم أجنبي لدينا الفيلم الدنماركي أوار، ثم يليه الفيلم الفرنسي الرائع والذي أرشح بنسبة 99% للفوز بهذه الجائزة، وهو فيلم موستانج، ثم الفيلم الأردني ديب، ثم الفيلم الهنغاري Son of Seoul، ثم أخيرا الفيلم الكولومبي Embrace of the Serpent. وعن جائزة أفضل تصميم للإنتاج لدينا الفيلم رقم 1 Bridge of Peace للنجم توم هانكس، ثم يليه فيلم The Danish Girl لنجمه إيدي ريدماين، ثم فيلم The Martian للنجم مات ديمون، ثم نجد فيلم The Revenant للنجم ليوناردو دي كابريو، وأخيرا Mad Max Fury Road. وعن جائزة أفضل مؤثرات بصرية نجد Mad Max Fury Road رقم 1، ثم فيلم The Walk، يليه فيلم The Revenant، ثم فيلم Ex Machina، وفيلم The Martian، ثم فيلم Star Wars The Force Awakens. وعن جائزة أفضل تصميم أزياء لدينا المصممة جيني بيفان عن فيلم Mad Max Fury Road، ولدينا ثانيا المصممة ساندي باول بعملها تصميمات أزياء لفيلم كارول، ولدينا ثالثا جاكلين ويست عن فيلم The Revenant والتي قامت بعمل أكثر من جيد، حيث أن كل التصميمات تعيدنا إلى القرن 19 مع هيو جلاس. ولدينا رابعا باكو ديلغادو عن فيلم The Danish Girl، وأخيرا تعود لنا ساندي باول ولكن هذه المرة عن فيلم سندريلا. إلى هنا نأتي لنهاية حلقة اليوم التي ركزنا فيها عن ترشيحات الأوسكار 88 لسنة 2016، والتي لنا لها موعد يوم 28 من هذا الشهر. أتمنى لكم سنوات من الأوسكار مع من تحبون، لأن الأوسكار لا يشمل المشاهير فقط بل نحن أيضا جزء منها. أراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة بألف خير. دمتم في أمان الله.